أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحل للداعية إلى الله أخذ نسبة من مبيعات الأشرطة كما يحصل من بعضهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يحل للداعية إلى الله أخذ نسبة من مبيعات الأشرطة كما يحصل من بعضهم؟ نعم يحل له ما دام أن الأشرطة من دروسه ومن كلامه فلا بأس بذلك، لكن كونه يتعفف ويجعل الاحتساب والأجر من الله ولا يأخذ على نشر العلم شيئا هذا أفضل. نعم.